بسم الله. دي ام الكتريكال ده اداه او ادنس تضاف للريفت في خدمه مهندسين الكهرباء، تمام. فبقول له انا عايز اعمل كالكوليت بارت اوف بروجكت او المشروع كله زي ما انا عايز. ممكن احدد اقول له مثلا انا عايز للبانل ديت، فيبدا يعمل الحساب بتاعتها. ممكن اعدل في البانل زي ما انا عايزها، بانل اديت، احدد اي معلومه انا عايزها اقدر اعدل فيها بسهوله. وبعد ما تعدل الحاجات اللي انت عايزها تقدر تقول له بعد كده اعمل لي الحساب بتاعتها. ممكن تقول له سيركت اديت، تدخل برضه تعدل في السيركت زي ما انت عايز. نقدر تقول له سيركت اديت برضه من هنا لو انت عايز تعدل فيها. ممكن تقول له انستنس اديت وتختار الحاجة اللي انت عايزها تعدل فيها. ممكن بعد كده تقول له انا عايز الاسكادولات، عايز مثلا الاسكادول للفولتج دروب، فيبدا هو يعمل لي اسكادول للفولتج دروب في المشروع. اقول له انا عايز اسكادول مثلا للفيدر، يعمل اسكادولات. فهو اداه ظريفه وتقدر تعمل له كستمايز بحيث تعمل امبورت واكسبورت المواد اللي انت عايزها. الواير سايز لو انت عايز تتحكم فيها تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. تقدر تضيف برضو لو انت حابب تضيف